أنا سيسا أبو دوح، صنعتي ورنيش في الأقصر، بلدي البغدادي نجع لوانس إجوار الشادر. قصتي صعبة قوي، أبوها مات 6 أشهر سيبها بطني، وولدت لقيتها بنية، قلت الحمد لله ربني خلاها لي. طلقت الدنيا عشاني، بس لو ود ما كنتش عملت كده. لو ود أقول مكان مشيع يشيع، إن لقيتها بيت ما رضيتش أتجوز تاني، حفظت عليها حفظ يوم ما أكلت طين كنت أستغرب بربع جنيه، أخذ النار كله ورا البني. ليا 42 سنة وأنا شايل طين وحدي، وأنا لقيت أخو الدهني وأنا لقيت أبو الدهني في شال أمي الله يرحمها، كانت تمسك البيت هي وصغيرة وأنا أروح أشتغل. قلت ألبس مرة؟ لا لا بلادنا اللي كلمني بالرصية كنت أضرب بالرصية، طبعا يطين يقدر واحد يصدر علي، هذا الخزران قاعد للان. ربنا اداني شوية مسة من عنده وورنش اشتغل زي شغل الرجالة. هذا شداني ابدا ولا قال لي خذي حتى لقمة لبتك ولا برتكاني ابدا، فيش الحمد لله دراعي اللي اداني، وامي بس الله يرحمها. حباني الناس حباني الناس، كل ما تجي عندي تلمع مسلم على مسيحي، كل ما يجي لما عندي وبيدوني الزكاة ويدوني الفطرة يحنوا علي اسم صندوق. خلاص بعد ما تعبت ورجلي وجعتني عملت الصندوق دي، باورني الجزم هم حاجة، ده هو ده اللي وصلني لحد ما موت لما سيبه دي. والمرأة الأصيلة جوزها مات الأصيلة خلفت عيال تقعد على عيالها، اتبعت ترمس على عيالها.